أحبطت الأجهزة الأمنية الفرنسية مخططا جديدا لتنفيذ ما وصفته بالاعتداء الجهادي، وقد اعتقل عدد من الأشخاص في باريس وبروكسل ليل الخميس وحتى ظهر الجمعة على علاقة بهذا المخطط، بينهم الفرنسي رضا كريكيت الذي اعتقل في غرب منطقة باريس وهو على علاقة بعبد الحميد أبعود العاقل المدبر لهجمات باريس في 22 نوفمبر الماضي وفقا للسلطات الفرنسية. الشرطة الفرنسية ذكرت أن رضا كريكيت البالغ من العمر 34 عاما سبق وأن أدين غيابيا في بروكسل في تموز من العام الماضي مع أبعود أثناء محاكمة شبكة تجند شبابا للقتال في سوريا.